صباح كامل حسون ابن محمد فهيم شعبان. كان عمره لما استشهد بين 23 وال 24، ما كان مخلص ال 24، استشهد 13 تموز. اصغر شيء بولادي، والله ضحينا بولادنا، بس البلد غالي، وان شاء الله تخلص هالازمه على خير ان شاء الله يا رب. او شو الواحد يعني، الحمد لله رب العالمين، سوريا بتستاهل، بس الله يفرج بقى على سوريا يا رب. الجيش العربي السوري هو اولادنا واخواتنا، ويعني كل شيء بحياتنا، وقدم تضحيات كثيره، وطبعا كمل بلده. بنتمنى انه هالدول ترقف شوي بحالنا وبحال هالجيش، يعني يحطوا حالهم محلنا لو سنه، مت من سنين لو سنه، اي دوله في العالم تحط حالها محلنا لو سنه، ان شاء الله امريكا المسواي حالها عظمه تحط محلنا بس سنه وحده، شو كان بيصير فيها؟ كيف نحن اولادنا واخواتنا وبلدنا، يعني حاجته والله حاجه لهلا، يخافوا من الله شوي معلش.